حلقات المقابلة وراح حاطينها جاي برافو برافو كاميرا برافو عبد جول للنصر الصناعي كيف كانت تسير عن طريق اللاعب حمزة عزون اللي تولى وراوغ وقف قطفة قوية لم تترك أي حد من الحارس عبد الهادي وكتستقر في مرماه وكتغير النتيجة وتصبح 1-0 للنصر الصناعي. هاي النصر الصناعي عصام عادي البطاش وكيغير النتيجه وتصبح التعادل 1-1 بين الفريقين. جول حارس عادل بطاش وطريقه جميله كيودع الكره في الزاويه 90 من مرمى الحارس عبد الهادي وكيغير النتيجه وتصبح 2-1 للنصر الرياضي. هاي مباراه اصبحنا كنشاهدوا مثيره وجميله الناس كتوفي بكل الوعود جوج ديال الاهداف مقابل هدف واحد على بعد حوالي 4 ثواني بينما القاليدي كيستلم والحكم كيطلب ايقاف او اعاده حارس عز الدين وكتغير النتيجه وتصبح 3-1 النصر الرياضي الصافي. هاي النصر الرياضي الصافي كيضرب قوه وكيوقع الهدف الثالث بعد مرور حوالي 7 دقائق تقريبا على بدايه الجوله الثانيه والهدف الثاني او الثالث للنصر الصافي. وفي عن طريق كيستعد كيقدم الكلمه الاخيره لحارس النصر الصافي اللي لولاه لكانت النتيجه تكون مغايره. الصراحه حارس عادي 14 مقدم لقاء جميل. تواناش على وضعها تمنى لفريق فاضل عزيز كيعلن على نهايه اللقاء
بتفوق فريق النصر الرياضي الساسي وتقليص الفريق بينه وبين اقرب مقاربيه رجاء اكادير، بينما كيتجمد رصيد المولوديه الاقليميه في الرتبه الرابعه. اذا شكرا لمولوديه قليبه، شكرا للنصر الرياضي الساسي. اذا نبقى يا سيداتي سيدتي سوى ان اودعكم في امان الله بكم، فرصه قادمه بحول الله، والى اللقاء.